رقمي. صباح الخير لك أستاذ حسن. صباح الخير، صباح الخير لك يا سيدي ولجميع المتابعين برزنت. أهلا وسهلا فيك معنا. بدي اليوم نحكي، وسؤالنا كان على جروب انتي أدى، وكل أسبوع رح أرجع يعني ذكر لكل الأشخاص المهتمين بالأمن الرقمي. نحن بكل أسبوع عم نطرح سؤال لحتى نستطلع آرائكم حول موضوعات في الأمن الرقمي، ونجاوبكم عليها من خلال حلقتنا مع الأستاذ حسن. سؤالنا كان هذا الأسبوع لكم: كيف منتصرف عند ورود إشعار مخالفة من فيسبوك، ومتى يمكننا الاعتراف؟ خاصة مع التحديثات المستمرة بسياسة فيسبوك، عم نشوف كتير تغيرات. الهوى لك أستاذ حسن، كيف منتصرف وقت بتورد إشعارات بمخالفة؟ تمام، شكرا لك. بداية، هو مخالفة سياسات الفيسبوك أو مخالفة معايير المجتمع. بداية لازم نعرف شو هي معايير المجتمع اللي الفيسبوك اللي بيحكي عنها، اللي هي مقسمة أو مصنفة الفيسبوك تحت 4 أصناف، هي المصداقية والسلامة والخصوصية والكرامة. إنه منشوراتنا أو تعليقاتنا أو مشاركتنا لهي المنشورات لازم تكون فيها مصداقية، لازم يكون فيها سلامة للمحتوى وسلامة للآخرين وعدم تحريض على الانتحار وغيره من المنشورات اللي ممكن تعرض الآخرين للأذى البدني أو الأذى النفسي. الخصوصية وعدم اختراق خصوصية الآخرين أو التحرش أو الابتزاز وغيره، إن كان في المنشورات أو الرسائل الخاصة وغيره. حفاظ كرامة الآخرين اللي بيحكي عنها من حرية الرأي والتعبير، عدم انتقاد الآخرين أو نعتهم بألفاظ إن كانت غير إنسانية مثل ما صنفها الفيسبوك، أو مصطلحات أخرى خارج المصطلح الإنساني للبشر. يعني بنعتهم على سبيل المثال في مصطلحات حيوانات او مصطلح يكون خارج نطاق الانسانيه، فهذا الشيء بيعرض لحساب الفيسبوك ان كان حساب اعمال، وهذا الشيء بيخص المؤسسات والشركات واصحاب العمل على الفيسبوك والصفحات الاخباريه والاعلاميين وغيره. فتحول الفيسبوك من حسابات الشخصيه الى حسابات الميتا او اداره الاعمال للاشخاص اللي عندهم حسابات تملك صفحات او مجموعات، وهذا الامر كثير بهمهم انه حتى يتم توزيع محتواهم بشكل صحيح، وحتى يبتعدوا عن قفل حسابهم او عدم نشر هاي الحساب والحد من ايقاع او والحد من انتشاره، او هذا الشيء بيسبب لهم عائق ذاتا، وهذا السبب ما بيعود للصفحه ذاتها ان هاي الصفحه قامت في انتهاك. ممكن حساب الاعمال الاساسي اللي هو عم بيديره خالف سياسه المجتمع اللي هي حكى عن شيء خطير او اي تعليقات ليست اي بتعليقات سلبيه لمنشور، او شارك منشور فيه اشياء سلبيه او بحط على اعمال عنف وغيرها او اعمال ارهابيه. بدايه ازاله المخالفه، بدايه لا بتحصل المخالفه الا ليوصل قرار على الفيسبوك، بيجي في التعليق، بيجي في الاشعارات في الفيسبوك. هاي الاشعارات بتوضح انه تم ازاله المحتوى بسبب مخالفه سياسه الفيسبوك، تم تقييد حسابك لمده 10 ايام بسبب نشرك لتعليق غير لائق او استخدامك لمصطلحات هذا الشيء بيخالف سياستنا. طيب، في حال الفيسبوك بيقع في بعض الاخطاء، هي خوارزميات رقميه لكن ايضا بتحصل بعض الاخطاء. في بدايه لازم ما نساهم في نشر منشورات بتحض على اعمال عنف، على اعمال ارهابيه، على قتل، على تهريب بشر، على الاتجار في البشر، على الاساءه للنساء او اساءه للناس. بنبقى في حسابنا في امان، عدم استخدام اسماء وهميه، عدم نشر اشياء غير حقيقيه، حتى نبقى بامان. في حال تم مخالفتنا ونحن ما عملنا هذا الشيء، لازم بدايه نقدم طعن للإشعار اللي وصلنا في الفيسبوك من إشعار الحظر أو إشعار الحجب الخدمة أو إزالة المحتوى. تقديم الطعن هو رفض القرار، هو الضغط على زر رفض القرار أول مرة، رح يوصل مرة ثانية القرار، أيضا نرجع نضغط على رفض القرار، هون رح يتحول بالبريد الوارد الخاص في صفحات الدعم في الفيسبوك، رح يتحول لرقم مرجعي. الرقم المرجعي بيشرف عليه أشخاص، تحول هذا الشيء من خوارزميات رقمية تم ازاله المحتوى بشكل تلقائي عن طريق هي الخوارزميات الذكيه، تحول لمجلس اشراف الفيسبوك. مجلس اشراف في الفيسبوك هو عباره عن اشخاص حقيقيين راح يقراوا القرار وراح يطعنوا في هذا القرار في حال تم ازاله المحتوى او تم تقييد الحساب. وخصوصا انا بحكي عن مؤسسات اعلاميه او عن شركات خاصه بهمها كثير، يعني بهمها كثير يبقى حسابها في يبقى منتشر بشكل صحيح، يتوزع للجمهور بشكل صحيح، وما يتقفل هذا الحساب لأنه عندهم عمل يومي. فلهيك بعد رفض القرار لمرتين رح يحصل على رقم وكود مرجعي. الكود المرجعي ممكن إرسال رسالة خاصة للجنة الإشراف المحتوى اللي خاصة في الفيسبوك. اللجنة رح مجلس الإشراف الخاص في الفيسبوك ومجموعة أشخاص وخبراء حول العالم بيقرأوا القرار
وفي حال هذا القرار كان مظلوم هذا الشخص وتم بشكل خطأ في الخوارزمية أو البرمجية، بيتم استرجاع المحتوى وفتح الحساب في حال تم تقييده أو إيقافه عن العمل. طريقة الخطوات لرفض القرار هي النقر على الملف الشخصي، في أعلى الملف الشخصي من الإعدادات والخصوصية راح يظهر شيء اسمه البريد الوارد والدعم. في البريد الوارد والدعم بنشوف صلاحيات حسابنا، وبنفس الشيء بنشوف الأشياء اللي نحن بلغنا عنها والناس اللي بلغت عنها، بنشوف إنه نحن منشوراتنا مخالفة. المنشور اللي بنلاقيه نحن في مظلمة لحساب الشخصي أو لحساب الشركة ممكن ينقر على رفض القرار. بهي الطريقة الصحيحة ممكن استعادة حساب الفيسبوك المقفل أو استعادة التعليقات أو المنشورات وغيرها. شكرا كثير أستاذ حسن لحضورك معنا لليوم وللمعلومات المهمة فعلا اليوم، لحتى كيف نتدارك موضوع الشكوى أو الإبلاغات والإشعارات اللي ممكن تورد من فيسبوك ونحمي حساباتنا. كل الشكر لك، تحياتي. شكرا لك. الاختلاط بالتعليم، خسارة الفتيات لحقها بالتعليم، مخاوف الأهالي من التعليم المختلط، وكيف بيقدروا يحطوا تفاصيل حتى يتعاملوا مع هاي المخاوف بدون ما تكون الفتاة هي ضحية وتخسر تعليمها. كل هاي النقاط ناقشناها بحلقتنا لليوم من انتي أدها. بدي أدعيكم لتسمعوا حلقتنا أيضا من خلال بودكاست انتي أدها، وتشاركونا بسؤال حلقتنا: شو نصيحتك لأهل رفضوا تعليم بنتهم لأنه المدارس مختلطة؟ أكيد ناطرين إجاباتكم ومشاركاتكم على صفحتنا روزانا بودكاست. بودعكم وبشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من انتي أدها. تبقوا بألف خير.